ولنقاش ملف الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في السجون الحكومية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا رئيس المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبدو. أهلا بكم سيدي. أهلا بك وبالمشاهدين. انطلاقا من الشهادات التي وثقتموها في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، على أي أساس جرى اعتقال المدنيين في العراق وحرمانهم من حقهم في الإفراج أو حتى المحاكمة العادلة؟ يعني دعينا نتفق أن هذه الممارسات هي ممارسات ممتدة وليست مستحدثة. هناك ممارسات ممنهجة دأبت السلطات العراقية وبعض الميليشيات والمجموعات المختلفة على تنفيذها بحق الكثير من المعتقلين، لها علاقة بعمليات خلفيات الاعتقال وملابسات الاعتقال وأيضا ما بعد عملية الاعتقال. بالمجمل نحن نتحدث عن ممارسة امتدت لسنوات طويلة، لكن الحديث اليوم هو عن تطور له علاقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة محققة إذا تم تجاهل النداءات الدولية المختلفة والنداءات أيضا من المعتقلين وذويهم. أعتقد أن الحكومة العراقية اليوم والسلطات العراقية هي أمام اختبار جدي، لأن كل ادعاءات العمل على تعزيز الحريات وتعزيز سيادة القانون تصطدم بملف مهم وهو ملف المعتقلين وملف المختفين قسريا. وأعتقد أنه في تقرير المرصد الأخير رصدنا بعض هذه الظواهر التي تسيء إلى الحكومة العراقية بشكل أساسي وتسيء إلى دعيني أقول الآمال العريضة التي وضعت على الحكومة المشكلة حديثا، وما تقول الحكومة من أنها تبذل جهد كبير من أجل ضمان الحريات وحق التعبير وأيضا صيانة كرامة وحقوق الإنسان العراقي. بالحديث عن حقوق الإنسان، إلى أي مدى يمكن إدراج الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في العراق ضمن الانتهاكات الطائفية الممنهجة؟ يعني الممارسات الطائفية هي للأسف الشديد ممارسات واقعة في العراق كما قلنا في خلال السنوات الماضية. جزء مهم من عمليات الاعتقال للأسف تتم على خلفيات طائفية وخلفيات مناطقية وربما قبلية، لذلك تجد الحديث اليوم عن سجون لا تتبع السلطات المركزية وإنما تتبع ميليشيات مختلفة تنتمي إلى بعض الطوائف وبعض القبائل أيضا أو العوائل. لذلك الحديث عن أنه العملية هناك عمليات اعتقال تتم بناء على خلفيات طائفية هو أمر أثبتته الوقائع والشهادات، وأعتقد أنه الجهات العراقية المختلفة تناقش هذا الأمر بين الفيلة والأخرى. لكن المقلق حقا أنه عمليات أو استمرار عمليات الاعتقال في سجون ومراكز احتجاز خارج الإطار الرسمي الحكومي العراقي وخارج إطار السلطات المركزية والسلطات الرسمية هو أمر يتوسع ويستمر بها بأشكال مختلفة. آخر كما وثق التقرير احتجاز المعتقلين واحتجاز الكثير من العراقيين في بعض المنازل في مناطق مختلفة في مراكز احتجاز تغيب عنها قدرات السلطات العراقية والجهات الرسمية والجهات الرقابية والمحامين أو تغيب قدرات هذه الجهات على الوصول إلى هذه المراكز، وهذا أمر يستوجب التوقف عنده خصوصا وأنه هذه المراكز يعني تقع في مناطق محسوبة على أحد الطوائف ومن يعتقل هي أطراف محسوبة على طوائف أخرى. مثل هذه الممارسات أعتقد أنه يجب أن يوضع لها الحد وأن تلتفت الحكومة العراقية بشكل جدي من أجل وقف هذه الانتهاكات التي تمس بكرامة الإنسان العراقي وحقه في الحياة وحقه في الحرية وأيضا تمس بصورة العراق ومستقبل العراق. بتزامن مع تفشي وباء كورونا، ما مصير المعتقلين في السجون الحكومية وكذلك في السجون السرية في ظل انعدام إجراءات الوقاية؟ يعني هذا أمر نبهنا له، لأنه غياب الرعاية الصحية، غياب الإجراءات الوقائية، وغياب الظروف الصحية داخل السجون والتكدس والظروف الصعبة التي يعاني منها كثير من المعتقلين، خصوصا أولئك المعتقلين الذين
يعني يصابون بشكل كبير بأمراض لها علاقة بالأمراض الصدرية والأمراض التي لها علاقة بالظروف الصحية للسجون. هؤلاء المعتقلين معرضون بشكل كبير إلى المخاطر، خصوصا وأنه يعني عمليات الرعاية الصحية سواء قبل الإصابة أو بعد الإصابة في السجون غير متوفرة، والقطاع الصحي العراقي يعاني نتيجة هذه الأزمة. وبالتالي نعتقد أنه هناك مخاطر جدية وحقيقية إذا لم يكن هناك إجراءات فعالة من أجل ضمان سلامة المعتقلين، الإفراج على الأقل عن أولئك الذين لم يدانوا حتى هذه اللحظة، والحالات التي لا تستوجب التوقيف في ظل يعني مماطلة وأيضا تأخر القضاء في الفصل في الكثير من الملفات، وأيضا توفير ظروف رعاية صحية أفضل للسجناء، تخفيف تكدس السجناء في السجون، وأيضا العمل على السماح للأطباء بزيارة السجون وتقديم الرعاية الصحية لهؤلاء السجناء. شكرا جزيلا لكم رئيس المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.